مع تطور شكل منصات التواصل الاجتماعي المستمر، أصبحنا نرى تطور وتحديث في شكل الإعلام بمختلف أنواعه. اليوم رح نتكلم عن شكل محدث للراديو، وهو ما يسمى بالبودكاست، خصوصا بعد توجه العديد من الشباب للاستماع له. يسعدنا أن يضمننا أحد صناع المحتوى الصوتي في واحدة من أشهر البودكاست في المملكة، بودكاست ساندويتش ورقي. حيا الله معنا أكيد صانع المحتوى الصوتي أنس بن حسين. هلا وسهلا بك يا أنس. يا مرحبا، أهلا وسهلا. يعني صراحة اليوم لما نتكلم عن البودكاست له إقبال جدا كبير، خصوصا من فئة الشباب، ويمكن اليوم يعتبر هو التطور لما يسمى بالإذاعة أو بالراديو، وهذا شيء حلو، حلو هذه المواكبة. لكن بداية لو تكلمنا عن بودكاست ساندويتش ورقي، متى أسسته وإيش فكرته؟ حياكم الله جميعا وحيا الله جمهور روتانا. ساندويتش ورقي بدأ بودكاست فردي أو مبادرة فردية، مجرد مايكروفون وفكرة جريئة شوية واهتمام بالمحتوى الصوتي قبل 6 سنوات، 7 سنوات، 2015 تقريبا. ما شاء الله. نعم، نتكلم عن قضايا فلسفية أو فلسفة الأخلاق بالتحديد، نحولها إلى محتوى ممكن أن يرى صوتيا. يعني هذه الفارقة العجيبة، نحاول نسمع الناس أو نري الناس محتوى الكلام الصوتي خلال التشبيهات والإسقاطات على المجتمع. اليوم الموضوع أصبح شركة إعلامية تهتم بصناعة المحتوى وإدارة مواهب الشباب، سواء أمام الكاميرا، أمام الميكروفون، أو خلفها على قولهم المطبخ اللي يصنع في المحتوى. وبالحديث عن المحتوى أستاذ أنس، خلينا نتكلم عن صناعة هذا المحتوى. يعني كلنا نتفق أنه صناعة المحتوى الصراحة من أصعب الأشياء اللي ممكن تواجه الإعلامي أو الشخص المؤثر أو إلى آخره. يعني في محتوى كويس، محتوى هادف، محتوى كوميدي، يعني المحتوى بحر. اليوم في برنامجكم من اللي يصنع هذا المحتوى؟ أنت زي ما تفضلت قبل شوي قلت أنه أصبحت شركة وكبيرة وفيها أكيد فريق عمل كبير. هل أنس يتدخل في صناعة المحتوى؟ على أي أساس تختار هذا المحتوى؟ كيف تعرف إذا المحتوى حقك هذا اليوم كان ناجح وهذا ما كان ناجح؟ واحنا معتمدين على حاجة اسمها الإيكو سيستم. إيكو سيستم اللي هو منظومة فاليوز، قيم معينة بتحكم أي نص، بيختلف من كاتب لكاتب، لكن فيه قيم محددة، وأهمها حاجة اسمها نسميها احنا لذة المعرفة. بما أننا نتكلم عن السندوتشات، لذة المعرفة، أنه المعرفة المحضة أحيانا حتى الفلسفة لها طعم لذيذ جدا إذا بسطت وقدمت بأبسط شكل. أتذكر مقولة اعتقد لأينشتاين يقول فيها: إذا لم تستطع إعادة صياغة ما قرأت فأنت لم تفهم ما قرأته. فالمفروض أنه الكلمات البسيطة بتسهل وبتجعل المعرفة ألذ وأسهل. سؤالك ما هي الأدوات؟ أنا بدأت بأدوات وعملنا الإيكو سيستم هذا، وبدأ الشباب اللي عندهم موهبة، هم أعلى مني بعضهم في الكتابة، اللهم أنه مررنا لهم بعض الأدوات، منها أداة مهمة وأنصح أي كاتب يبغى يتميز ويتفرد يستخدمها، اللي هي Thinking Aloud، فكر بصوت عالي. أي فكرة بدور في راسي وأنا أقرأ الكتاب بدور في راسي أفكار، عشرات الأفكار العجيبة، الربط الغريب، الإسقاطات على المجتمع، التبسيطات والصور البسيطة جدا، هذه بدور في راسي، لكن المشكلة ما حد سامعها وأنا راح أنساها. فلذلك فكر بصوت عالي، بس اقفل باب المكتب قبلها، لأنه ممكن مو أي واحد يفهم هذه الطريقة، ممكن يحسب بتكلم نفسك أو شيء زي كذا. Thinking aloud رقم واحد. نمبر 2، رقم 2، مهارات تحليلية. أنا درست تحليل محتوى، تحليل الخطاب عفوا. تحليل الخطاب عظيم جدا، اللي هو محاولة فهم كل كلمة في النص وفرد صفحة كاملة عن هذه الكلمة. كما يقال في البحوث العلمية literature review، نمسك المفردة ونحللها أصلها وفصلها ومن فين جاءت. هذا حيفتح نوافذ كثيرة، وأعتقد هذا اللي يدور في رأس أي كاتب. عملية الـ إيش نسميها إحنا، الروابط الكثير تحصل، لكن الفكرة وضعها على ورق ثم تسجيلها، وهذا مررنا مع كتاب عظيمين من شبابنا.
طيب أستاذ أنس، يمكن الراديو والبودكاست وجهين العملة واحدة، كلنا نعرف هذا الشيء، بس من أصعب الأمور أنك أنت تستقطب في جمهور، خاصة أنه يفقد وما يملك مقومات الجذب اللي إحنا نعرفها، البصرية اللي إحنا قاعدين نشوفها. كيف ممكن أنت كصانع محتوى بودكاست تواجه هذه المشكلة؟ مشكلة كبيرة لكنها قاعدة تنحل. أبدأ بتقرير جوجل قاله سابعا قريب، أعتقد اللي يتكلم فيه عن توجهات المستقبل. الإعلام الجديد، رغم أني أتحفظ على هذه المفردة، لكن الإعلام الجديد رايح للصوتيات. نمط الحياة اختلف، اتجهنا شوية للفردانية، ما بقول للانعزال والرهبنة، لا، شوية صرنا نلاقي وقت لنفسنا بعيدا عن التجمعات، بعيدا عن الألعاب الجماعية. هذا الوقت في ممارسة رياضة على سبيل المثال، أو قيادة سيارة، أو طبخ. بما أنكم كنت تتكلموا عن مساعدة في الطبخ، فأنا أحسن واحد يدعم لوجستيا، لأني من الجيل القديم اللي أنتم تكلمتم عنه قبل شوية. لكن في وقت فراغ كبير ممكن الإنسان يبغى يشتغل بعينه ويصنع في نفس الوقت شيء مفيد. أنا أعتقد كلمة السر هنا اللي هي guilty free time، اللي هو وقت خالي من تأنيب الضمير. أنا بسمع حاجة مسلية، حاجة فيها شوية أغاني موسيقى واوا، وفي نفس الوقت فيها معلومة، فيها توسع مدارك نوعا ما. هذا اللي بركز عليه كثير. هذا التوجه اللي بيقول عليه تقرير جوجل، إنه في توجه كبير للسمعي. أتمنى طبعا الواحد ما يكره سوقه ينتشر، لكن أنا شايف فعلا إنه ثقافة البودكاست أصبحت جزء لا يتجزأ. بيتكلم عليه كانوا يعرفونه من 10 سنوات، وصار في جمهور لهذا الفريق وهذا الفريق. الإعلانات بدأت تشتغل في البودكاست. فالظاهر والله أعلم، إحنا لو نبغى نهتم بحكاية الإعلام الجديد هذا، نتعامل معه وكأنه كشافات سيارة. كشافات السيارة ما بتخلق طريق جديد، لكنها بتكشف وين الناس، وين الوجهة، وأين الطريق بالضبط. فهذا الاستثمار الصحي الآن، استثمار أين يتجه سوق الإعلام. ما شاء الله أستاذ أنس، يعني أنا جدا معجبة بالمعايير والأسس وبتحليل المحتوى اللي بتقوموا فيه عشان تصنعوا محتوى صوتي رائع، ولعل هذا من أهم الأسباب اللي جعلت محتواكم أو بودكاست ساندويتش ورقي ينجح ويصل لعدد كبير من الناس. يا ريت لو تكلمنا عن قصة أو محتوى تميزتم فيه في محتواكم، طبعا في بودكاست ساندويتش ورقي. طيب بقول على مثالين إذا تكرمتي. الأول حيزعلوا مني اللي يعرفون ساندويتش ورقي وجمهورنا. الأول Power of Now، كتاب قوة الآن. كتاب قوة الآن حالة أنا عشتها. أشكي شوية ممكن على الهواء. أسهم إيجار، أوكي، أسهم إيجارات، شوية هموم، تفكير في الأطفال، تفكير في الماضي، كان شاغلني تماما، ماني قادر أستمتع باللقمة اللي أمامي على 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 السفرة. الكتاب هذا رجعني لنقطة الآن، هنا والآن، كيف تقدر تعيد تركيزك إلى اللحظة الحقيقية، الزمن الحقيقي وليس الزمن الوهمي اللي هو الآن. فكتبته من كل قلبي، مشكلة عانيتها، وفكرت بصوت عالي، وحللت بعض المفردات، سهلت شوية المفردات المجردة اللي بالكتاب، وصلت للناس بشكل مو معقول. أنا إلى الآن بعرف سر الكتاب، أعتقد هو الصدق المصداقية اللي طرحت فيه. لذلك هذا برضو واحد من منظومة الفاليوز المهمة في ساندويتش ورقي. الثاني بمناسبة أنا من مدينة الطائف أصلاً، والطائف الآن عاصمة الشعر العربي، شرفنا بهذا اللقب وهذه المناسبة، وشغالين اشتغلت تقريباً الفترة اللي راحت على فكرة شوية غريبة، أني أنا أحضر النادي الأدبي وأسمع شعراء معاصرين، وفي نفس الوقت خيالي يروح إلى العصر العباسي اللي أتقنوا فيه صناعة المجاز. فكنت أقول العرب مجازهم عالي لأنه مزاجهم عالي. فعملت التوليفة هذه، كيف تصل المزاج العالي اللي بيوصلك إلى مجازات تشبيهات صور جمالية عالية. الحلقة نزلت، جزءها الأول. الجميل فيها إنها بتعطي تمكين أدبي أكثر من إنها مسلية فقط. تمكين أدبي ما هي أدوات انك تجيب مجازات شاطحه شويه جديده عن الموجود حاليا. واتمنى تكون اضافه لكتابنا. هذه هديه لجميع من يهتم بصناعه المحتوى وصناعه التشبيهات الغريبه، بس استحمل شويه الغرابه اللي في الحلقه.
أكيد، وإحنا متحمسين كثير إن إحنا نتابع أو نسمع البودكاست تبع أنس بن حسين. شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعد مكملين. بعد الفاصل، كيف تكتسب المرونة النفسية